فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا صاحب مطعم يقول: يقول لدينا مطعم وأملكه، وبعض الزبائن الذين يتناولون الطعام داخل المطعم يريدون أن نجعل هناك قنوات فضائية لأجل مشاهدة المباريات، هل يجوز لي أن أضع هذه القنوات في مطعمي؟ هذولا ما جاءوا يبون طعام، جاءوا يبون رياضة، ما لا تجعلها، هذه لا تجعلها، قدم لهم طعام إن أرادوا، وإلا يخرجون يلقون أحد يقدم لهم رياضات. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.